العالم كله جاله هلع وبيتكلم عن الكورونا، لكن الحقيقة بسيطة، كل واحد فينا ممكن يوقف انتشار الفيروس ويحمي نفسه ويحمي أهله واللي حواليه. شوف الأخطاء دي مثلا، بيكح أو بيعطس في إيده، وده إيد وسخة وعليها جراثيم وما بيغسلهاش بعد الحمام، وده برضو كل ما يقابل حد هاتك يا بوس وأحضان. لكن الصح بسيط جدا، ما نحافظ على أيدينا نظيفة بالغسيل بالمية والصابون، وإذا عندك كحة أو عطس استخدم منديل أو كمك، وبأرمي المنديل في صندوق القناة. بلاش كل ما تشوف حد تسلم عليه، وحافظ على مسافة حوالي متر من أي حد جنبك. وأخيرا لازم كلنا نتبع تعليمات وزارة الصحة، وخليك في البيت زي ما بيقولولنا، ولو عندك استفسار اتصل على 105، وبلاش تمشي ورا الإشاعات.